بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن المالتي دايمنشنال أري. المالتي دايمنشنال أري زي ما اتفقنا هي أري بيكون جواها أري بيكون جواها أري، وممكن يكون الموضوع طويل شوية لو أنت مفهمتش الأجزاء اللي فاتت من الأري. قبل ما تبدأ في الدرس لازم تكون فاهم 100% يعني إيه إندكسد أري ويعني إيه أسوسيتيف أري قبل ما تبدأ تدخل على الدرس ده. ده تالت نوع عندنا اللي هو المالتي دايمنشنال اري. اول حاجة طبعا هنعمل مثال على الاندكسد اري لما يكون جواها اندكسد اري تاني، يعني يكون مالتي دايمنشن. يعني طبعا مالتي دايمنشن تقدر تعمل indexed array جوه indexed array جوه indexed array وهكذا، وممكن برضو تعمل associative array جوه associative array او associative array جوه indexed array، ممكن تعمل كل الكلام ده، وهنشوف مع بعض حالا المثال الحي هو اللي هيفهمنا كل حاجة. السينتاكس الخاص بالarray زي ما انت شايف array، وهكتب جواها array تانية وهيكون جواها البيانات بتاعتنا بالشكل ده، وجوه هنا element 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 بالشكل ده زي ما انت شايف array جواها array تانية، والarray التانية جواها العناصر بتاعتها. طيب هنشيل الكلام ده كله وهاجي انا هنا، هنقول مثلا يا جماعة ان انا بعمل دايت، اسمي الarray بتاعتي دايت. الدايت ده هيكون ليه ايام ورا بعضها، كل يوم هيكون فيه اكلات معينه. هاجي انا جوه هنا هكتب array تانيه اهي، وافصل بينها كوما، وادي array تالته اللي هي جوه يعني، وادي array وادي array، ولنفترض ان هما هيكونوا 5 ايام بس بالشكل ده. اول array عندي هكتب فيها مثلا apple banana مثلا milk. تاني واحدة عندي هيكون فيها مثلا meat apple egg، طبعا اي حاجة محدش ياخد ده ريجيم صح. تالت حاجة مثلا فيش قبل، ورابع حاجة رايس مثلا وقبل، واخر حاجة بريد مثلا وقبل وبنانا مثلا على سبيل المثال. تعال نشوف مع بعض الاري دي هتدينا ايه. لانكس مفيش حاجة اسمها لانكس طبعا، اسمها دايت، ونشوف هتدينا ايه. صغر شوية زي ما انتم شايفين مالتي دايمنشنال اري. الاري اصلية اهي جواها اري رقم زيرو اللي هو الاندكس بتاع زيرو، جواها التلات حاجات دول، جواها الاري رقم واحد جواها التلات حاجات دول، جواها الاري رقم اتنين جواها التلات حاجات دول وهكذا. قبل كده لما كنا بنعوز نتبع عنصر من الاري كنت بعمل دايت واكتب رقم الاندكس الخاص بالاري. الاندكس دي يا جماعه زيرو اندكس، دي رقم زيرو ودي رقم واحد ودي رقم اتنين ودي رقم تلاته. طب لو انا قلت له عايز اطبع الاري بتاعت اليوم التاني اللي هي فيها ميت وابل واج دي، هروح كاتب له كام؟ رقم اتنين. طب لما انا يا جماعه جيت اطبع اتنين قبل كده، ما جيت اطبع اري قبل كده مش طلع لي الرساله دي اللي هي array to string conversion وكتب لي كلمة array؟ ايه ده، ما ينفعش اطبع array، لازم اطبع القيمة اللي جواها الاندكس اللي جواها. طب احنا قلنا لما كان عندي array جواها array لما اتكلمنا في اول درس طبعتها ازاي؟ حطيت الاندكس الخاص بالarray اللي هو ده، وبعدين عايز اطبع الابل دي اللي هي رقم كام في الاندكس بتاع الarray دي؟ 0 1 اللي هي رقم واحد. اروح عامل square brackets تاني واكتب فيه رقم واحد، اروح طابع لي ابل بالشكل ده. طيب نتمرن تاني، عايز اطبع البنانه دي من جوه الاري اللي هي جوه الاري بتاعتي دي، الاري دي رقم كام في الاندكس؟
صفر واحد اتنين تلاتة أربعة، أربعة إندكس، يبقى هكتب هنا أربعة. طيب جوه الأري نفسها عايز أطبع الإندكس رقم كام أنا؟ البنانة صفر واحد اتنين، يبقى عايز أطبع الأري رقم اتنين اللي هو ده، أروح عامل ريلود طبع لي بنانة زي ما أنتم شايفين أهو. كده عرفت إزاي أعمل أري جوه أري بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، مالتي دايمنشنال. ونفس الموضوع نفس الموضوع نفس الموضوع، لو حبيت إن أنت تحط واحدة جوه واحدة جوه واحدة هتروح مزود سكوير براكتس تاني هنا وهكذا. يعني لو حطيت أري تالتة جواهم برضو نفس الموضوع، تعالوا نعمل كوما أهو، وأروح حاطط أري قوسين بالشكل اللي أنتم شايفينه، وجواها هنا أهو أري، وأكتب جواها بس واحد اتنين تلاتة مثلا يعني. ودي يا جماعة رقم خمسة، دي الأري رقم خمسة، صفر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة أهي. الأري رقم خمسة دي جواه أري، الأري دي رقمها كام في الإندكس؟ صفر. جوه الصفر اللي هو أول إندكس ده عايز أطبع آخر حاجة دي رقم تلاتة دي، اللي هي الإندكس رقم كام؟ صفر واحد اتنين، حط فيه اتنين، أروح قايل له ريلود اهو، طبع الاري كامله وطبع لي رقم ثلاثة اللي انا عايزه هو يا جماعه شايفين، وجوه الاري طبع واحده جوه واحده جوه واحده. طيب عشان نتاكد بلاش رقم ثلاثة ده، خلي اخر يوم ده هكتب فيه اسماء ناس مثلا اسامه احمد سيد، وهعمل كوما واحط اري ثانيه جواها برضه، بدل اسامه احمد سيد هكتب محمود ابراهيم سامي. طيب نرجع مع بعض تاني من الصفر ونشوف الاري اللي انا عايز اطبع ابراهيم ده، عايز ابراهيم دي تطلع لي هنا مكان رقم ثلاثة ده اهو في الحته دي، عايز دي يطلع لي ابراهيم. اعملها ازاي؟ اول حاجه الاري بتاعتي اسمها دايت، اوكي الاندكس الخاص بالاري اللي فيها ابراهيم دي رقم كام؟ صفر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، رقم خمسة، ادي رقم خمسة. اوكي الاري اللي فيها ابراهيم جوه الخمسة رقمها كام في الاندكس؟ صفر واحد، رقمها واحد. اوكي جوه الاندكس ده جوه الاري دي في تلات عناصر، ابراهيم العنصر رقم كام؟ صفر واحد في الاندكس رقم واحد، ادي واحد. اقول له سيف ريلود، طبع لي ابراهيم اهي زي ما انتم شايفين، وحط لي الاري جوه اري اهي، اري رقم خمسة جواها اتنين اري، الصفر اهو الاندكس الاولاني والصفر اهو الواحد اهو الاندكس التاني. لو حسيت يا جماعه ان انت متلخبط هنا بسيطه، انسى دي خالص واطبع الاري برنت ار كده وشوف الاستراكشر بتاعها شكله ايه. انا عايز اطبع مين هنا؟ عايز اطبع محمود، عايز اطبع سامي، بلاش محمود. ادي الاري بتاعتي اندكس خمسة واحد اتنين اهو من غير ما ابص، خمسة واحد اتنين، سيف طبع لي سامي. طب بلاش سامي، عايز اطبع احمد، خمسة صفر واحد، خمسة صفر واحد، ادي احمد، بسيط الموضوع. طيب حد يقول لي عايز اطبع الرز اللي هو الرايس ده، اوكي تلاتة صفر، ادي تلاتة وادي صفر، طبع لي رايس. الموضوع بسيط جدا مفيهوش اي مشكلة، حط اي اري جوه التانية، المهم تفهم الفكرة، افصل بينهم بكوما، حط الاري كل اري بتتحط ده الاندكس بتاعها صفر اللي بعدها واحد، زيها زي الاندكسد اري اللي احنا كنا بنتكلم عنها، هي دي اندكسد، اندكسد اول اري صفر اللي بعدها واحد اللي بعدها اتنين اللي بعدها تلاتة وهكذا زي ما انت عايز. واديك عرفت ازاي تطبع بالشكل ده الاري جواها اري. طيب ده بالنسبة للاندكسد اري. طيب انا مش عايز الاندكسد اري دي، انا عايز بقى الاسوسيتيف دي احط جواها واحدة اسوسيتيف تاني. طيب بسيطة جدا، هنلغي الكلام ده كله ونلغي الكلام ده كله عشان نعملها من الاول. انتوا فاكرين يا جماعة الاسوسيتيف اري كانت بتتكتب ازاي؟ كنا بنحط هنا كي فاليو، صح الكلام؟ طيب بسيطة، هو ده اللي احنا هنعمله.
احنا قلنا الكي بيقبل string او number والفاليو بتقبل اي نوع من انواع الداتا، يبقى ممكن الفاليو دي يكون فيها array صح؟ طيب اوكي، نفس الدايت اللي انا عايز اعمله ده هكتب day 1 ده الكي، الفاليو تكون array اهي جواها ابل بنانا ميت مثلا، ادي يا جماعة الدي 1 وادي الدي 2 اري برضو وادي الدي 3 وادي الدي 4 اخر حاجة وادي ابل، خليها مثلا 100 او خلينا نحط حاجات مختلفة ووتر ميلون مثلا ستراوبري مثلا فراولة مانجو، نحط كله فاكهة طبعا، بنكتب اي بيانات رايز فيش بريد كيوي مثلا سولت مثلا شوجر، نكتب اي اطعمة مفيش مشكلة. وتعالوا الاول قبل اي حاجة شوف الاري بتاعتنا شكلها ايه، ادي الاري بتاعتنا الاسوسيتيف دي 1 عبارة عن اري جواه دي 1 ده الكي، لاحظوا ما فيهوش اللي هو الاندكس، مش اندكس دي اسوسيتيف، ما فيهاش زي الاندكس اللي فاتت ان دي تكون 0 1 2 وهكذا، لا دي 1 الكي والفاليو بتاعته array، والarray عبارة عن indexed array ففيها 0 1 2 بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طيب نفس اللي احنا عملناه قبل كده، كنا عايزين قلنا ان احنا عايزين نعمل access على حاجة معينة جوه الarray صح؟ طيب اقول له date echo date بين قوسين، حد يقول لي بقى اكتب هنا index، لا ما اكتبش هنا index لان دي مش indexed array. طب مثلا لو احنا كتبنا 2 وبعدها المفروض يعني ان دي الاندكس رقم 2 اهي، وبعدها عايز اطبع الرز انا اللي هو الاندكس رقم 0، هيحصل ايه؟ ريلود كتب لي undefined offset 2، مفيش offset هنا رقم 2، مفيش حاجه اسمها 2 هنا، دي مش اندكسد، دي اسوسيتيف اري، فبالتالي بكتب اسم الكي اللي هو الدي 3 ده، اقول له ريلود طبع لي الرز اهو زي ما انتم شايفين مفيش اي مشكله. عايز اقول له دي 1 اليوم الاول اطبع لي الميت اللي هو 0 1 2 اهو 2 ادي الميت اهو زي ما انتم شايفين، الموضوع بسيط جدا 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 ما فيهوش اي مشكله. طيب لحد كده يا جماعه المفروض تكونوا فاهمين يعني ايه مالتي دايمنشنال اري، ومع التدريب هتبدا تفهمها 100%، لازم تتدرب عليها ولازم تجربها عشان ما تتلخبطش. ممكن احط array جوه التانية جوه التالتة جوه الرابعة الى ما لا نهاية. طيب او بمعنى اصح تحط الابعاد اللي هي متخليكش تدوخ يعني، لان طبعا مفيش حاجة هتوصل الى ما لا نهاية يعني. طيب اوكي اليوم الرابع ده حطيت انا هنا 2 واروح حاطط array جواهم كمان جوه دول، واكتب فيها sugar او نخليها بالنسب، مثلا احط نسبة 10% 20% واخر حاجة 30%. طيب الاول نشوف شكل الاري هنا، شايفين الدي 4 في كيوي وسولت، والاندكس التاني عبارة عن اري اندكسد اري جواه النسبة 10% 20% 30%. طيب حلو جدا، لو انا عايز احط هنا شوجر والشوجر ده يكون بنسب، عايز احط الشوجر ده بنسب، اوكي هروح عامل الاري بتاعتي زي ما هي، هي اللي انتم شايفينها اهو، ادي اري تانية اهي، واروح كاتب جوه الاري دي النسب بقى اللي انا عايزها، هكتب salt
10%. هنا شوجر مثلا 20%. زي ما انتم شايفين، شوف الاول الشكل، ادي اليوم الرابع عبارة عن اري جواها كيوي وسولت او اي فاكهة تاني مش مشكلة. ورقم اتنين، الاندكس رقم اتنين عبارة عن اري، جوه الاري دي في كي وفاليو اللي هي اسوسييتيف اري. طيب يجي حد يقول لي ازاي اوصل ازاي اوصل للنسبة دي، العشرين في المية دي انا عايز اطبعها، ازاي اوصل لها، عايز اطبع انا العشرين في المية دي. تعالوا نشوف كده ازاي. اوكي، اول حاجة الاري الاصلية اسمها ايه؟ داي فور. ادي داي فور اهي. اوكي، جوه الداي فور عندي انا تلاتة اري، عندي تلاتة اندكس 1 اندكس 2 اندكس 3. اندكس 3 ده اندكس 2 اسف عبارة عن اري 0 1 2. اندكس 2 ده عبارة عن اري، يبقى هكتب هنا كام؟ 2. اوكي، جوه الاتنين دي في عندي اسوسييتيف اري، جواها كي وجواها فاليو. لو انا جيت كتبت مثلا، لو انا جيت كتبت اللي هي الشوجر دي هنا بالشكل ده هيطلع لي ايه؟ 20%. طب لو جيت كتبت سولت هيطلع لي ايه؟ 10%. ادي الكي عشان انا كتبت الكي. طب لو انا كنت حاطط هنا، لو انا كنت عامل دي اندكسد اري، يعني مفيش الكلام ده، مفيش غير بس 10 20 30 40 هتكون اندكس. تعالوا نشوف اهي، ادي 10% هنرجع الاري زي ما كانت، دي هتكون صغيره ما فيهاش مشكله. 10% 20% 30%. بس نشوف الاول الاري، سيبكم الايرور اللي تحت لان طبعا ما فيش اندكس اسمه سولت. وتعالوا نشوف ازاي اطبع ال 20% دلوقتي. بقى هكتب داي 4 الاندكس بتاع الاري اللي انا عايزها رقم 2 اهو، و 20% الاندكس بتاعها رقم كام؟ رقم 1 بدل كلمه سولت، هكتب رقم 1 اهو واعمل ريلود، طبع لي 20% اللي انا عايزها اللي هي داي 4 2 1. وعايز اطبع ال 30% هكتب 2 اهو كده. يا جماعه انتوا شفتوا يعني ايه مالتي دايمنشنال اري. المالتي دايمنشنال اري محتاجه شويه صبر عشان تفهمها، وعشان تفهم ازاي يكون في اري جو اري لازم تتدرب شويه، لازم 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 تتدرب شويه. كده احنا نقدر نقول ان شاء الله ان احنا خلصنا المالتي دايمنشنال اري، لكن المالتي دايمنشنال اري فيها شغل كتير ولسه هنتكلم عنها كتير في المستقبل باذن الله مع امثله عمليه لما تدخل في حاجات تانية. ولسه عند السورت لما تيجي نرتب الاري ونشيل ونضيف هنرجع ليها تاني وتالت ورابع وخامس، الموضوع ما انتهاش. الاري هتفضل تتكلم فيها كتير وهتسمعها كتير جدا في دروس كتير جدا مش هتخلص منها خالص، لكن كل درس هيزود لك معلومه، كل درس هيخليك تفهمها اكتر. وباذن الله المفروض ان انت دلوقتي تكون فاهم لحد الجزء ده ومفيش اي مشكله، وحاول ان انت تعمل اري طويله، تحط اري جوه اري، وعن طريق البرنت ار ده تقدر تشوف الاندكسات رقمها كام، وتقدر تعمل اكسس لعنصر بسهوله لما تشوف الاندكس بتاعه كام. وباذن الله الدرس الجاي هيكون مراجعه على جميع كل حاجه شرحناها في الاري مع مثال متقدم ازاي تعمل لوب جوه المالتي دايمنشنال اري. بعد ما نخلص الحاجات دي كلها ان شاء الله نقدر نقول الحمد لله خلصنا الاري، ونبدا ندخل على الحاجه اللي بعدها اللي هي الميثودز الخاصه بالاري، وازاي اتعامل مع العناصر اللي جوه الاري واعمل فيها كل حاجه، اضيف واحذف وارتب احط اشيل كل حاجه. يا رب الدرس يكون بسيط وعجبكم، واي حاجه تقف معاكم تقدر تسالني في القناه او على الاسك. ما تنساش تراجع الدروس اللي فاتت قبل ما تدخل في الدرس ده وكررتها مرتين طبعا علشان مفيش حاجه تقع منك وكل حاجه تبقى ماشيه سليم عشان تدخل في الدروس اللي بعديها وانت مطمن. هشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي، وشكرا.